تكلمنا في رسالة سابقة، السلام عليكم، في رسالة سابقة عن شغلة جدا مهمة وضرورية، انه المركبات في مواكب حفلات الزفاف والتخرج. نزل لي الجامعة، نزلها بالخير، مبروك عليك، اتمنى لك الحياة السعيدة والموفقية. ان شاء الله ماكو مشاكل؟ لا ان شاء الله. ان شاء الله. بس متاخر على الأرض. متاخر؟ أيوة. لا عم شي خلصك من العرس، بعدك ما بادي الموضوع، انت شايف بعدين من تتاخر؟ ما علق، انا اسكت، انت راح تشوف وان شاء الله نلتقي مره ثانيه ونسالك شنو اللي صار. سؤالنا احنا نشوف، احنا شفنا عندك وعي والتزام وملا مرتدي حزام الامان، وارتدي لنا حزام الامان بس تاكد منه نظيف لو لا، لانه والله حقك عريس ومن حقك، يلا ارتدي لي حزام الامان. شفناك انه انت حتى على خطوط العبور ما تجاوزتها، التزمت بالاشاره، مع العلم وضحت، انا انتبهت كلامك مع احد اخواننا رجال المرور انه انت مستعجل. اي والله قلت له مستعجل على مود القاعده اليوم، ما يصير لازم تمام على الخط. انا اتمنى لك كل صحه وسلامه واتمنى لك الموفقيه، لكن اكو ظاهره تكلمنا عنها هو في الاعراس، دائما ما السيارات يسدون الشارع ويمشون على كيف وهاي الشغلات، اليوم ناويين هماتين؟ لا 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 والله ان شاء الله. نعم. حيكون يعني زفه مرتبه يعني ورا القاعه نرجع قوى البيت. ربي يحفظكم. لا زفه ولا نود. احنا مو هاي مشكلتنا، احنا نريدكم تفرحون وايضا نساعدكم، لكن بنفس الوقت نتمنى ما يكون عرقله للاخرين، اتمنى لك كل الموفقيه. شكرا جزيلا.